العطور صناعة قديمة كتير واكتشافها ارتبط بالمصريين القدماء يلي تفننوا باستعمالها بالعديد من نواحي الحياة، سواء للزينة أو تعطير الهواء بالطقوس الدينية أو الجنائزية. وكانت الزيوت العطرية مخصصة للتعبد وللملوك بسبب غلاء سعرها وتفرد مكوناتها. هلا رنا رح تخبرنا الكثير عن المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن بعضها يكون غريب شوي. شكرا كثير آية، رح يعني فعلا المعلومات كثير غريبة. وقديما كان يتم دفن الأغنياء مع الزيوت العطرية، والدليل على هالشي وجود قارورات مزخرفة من العطر بقبر الملك توت عنخ آمون. ولاحقا تم اكتشاف أقدم مصنع للعطور بالعالم بأبروس بعام 2007، وهو المعبد الأسطوري الخاص بأفروديت. ويعتقد بأنه هذا هالمصنع كان مزود العطور الرئيسي للمعابد خلال هي الفترة اللي كان للعطور استخدام ودور فيها. صناعة العطور تاريخها طويل. قديماً سعى المصريون لتطوير مفهوم جديد ليكونوا الأوائل بهالمجال، واستخدموا عطر مكون من مواد طبيعية مثل الميموزا، القرفة، النعنع ونبتة المر كدواء ومعطر بالطقوس المصرية القديمة. لكن هالمواد كانت رائحتها خفيفة نوعاً ما، والسبب هو عدم اكتشافهم للطريقة الصحيحة لاستخلاص الزيوت الأساسية، فكانوا يعتمدوا طريقة الضغط على النباتات أو النقع لفترات طويلة. خلال العصور اليونانية والرومانية لعبت العطور دور هام بالاحتفالات الدينية، وكانت رخيصة الثمن ومتاحة للجميع وتباع على شكل مزهريات من السيراميك، في حين العطور الأكثر تكلفة تملأ بقوارير خزفية يمكن شراءها فقط من المحلات التجارية. وكان يتم استخلاص الروائح عن طريق حرق بعض المواد أو نقع مكونات في الزيوت. أما الإغريق استخدموها لتعطير الجسم والتخلص من الهواء الفاسد أو الملوث، بس هالشي كان له آثار سلبية وساهم بانتشار الأمراض. حتى كتب أبقراط أن الهواء الفاسد ينقل عن طريق الرياح اللي بتنقل مع الأمراض الخطيرة، واعتقد الناس أنه باستخدام البخور والروائح العطرة يمكن أن يساهم بوقف انتشار هي الأمراض. طبعاً طورت صناعة العطور بالقرنين الـ18 والـ19 وصارت وسيلة للفت الانتباه ورمز للثروة، وكانت تستخدم على الملابس البشرة. واعتبرت ملكة فرنسا ماري أنتوانيت أن حقيبة العطور هي من الضروريات وكانت دايماً معها، وخاصة أن الاستحمام كان غير محبب عند الأوروبيين، وكانت العطور هي الوسيلة بهديك الفترة لتغطية الروائح الكريهة، واللي في أكثر من مثال عليها على مر التاريخ وبعدة دول. الأوروبيين بالعصور القديمة كانوا يعتقدوا أن الاغتسال بالماء والصابون بيسبب أضرار بدنية وصحية، والأطفال اللي بيستعملوا الماء والصابون بتصيبهم الهشاشة. لهيك كان أغلب الأوروبيين يغتسلوا بمناسبتين فقط، بحال المرض أو وقت الاستعداد للزواج. هذا الأمر حقيقي وصدر من سنوات طويلة بمذكرات الكاتب ساندرو ماري، وأصدر كتاب عن تاريخ انعدام النظافة بأوروبا وعن الاعتقاد اللي كان شائع بعائلته الغنية أن الاغتسال بيضر بالصحة. ماري بكتابه قال الأوروبيين بيعتبروا الاستحمام شيء خارج عن الإيمان، ووصف مبعوث روسيا القيصرية ملك فرنسا لويس الرابع عشر بقوله إن رائحته قذرة، حتى كانت إحدى جواري تنقع نفسها بحوض من العطر حتى لا تشم رائحة الملك. أما الملكة إيزابيلا الأولى لم تستحم بحياتها إلا مرتين، وقامت بتدمير الحمامات الأندلسية، والملك فيليب الثاني الإسباني منع الاستحمام مطلقاً ببلاده، وابنته إيزابيلا الثانية توفيت بسبب عدم نظافتها. هالأمر كان عامل أساسي لتفشي الأمراض بهديك الفترة، ومنها الطاعون يلي حصد أرواح كبيرة بالمدن الأوروبية.
يعني من بعد هالتقرير صار السبب واضح لشهرة فرنسا بصناعة العطور، وذلك لغياب ثقافة الاستحمام واللي أدت لانتشار الأمراض بسرعة كبيرة مثل الطاعون. وبتتفوق مدينة غراس الملقبة بعاصمة العطور بإنتاج أفضل الأنواع، وبتحتل المركز الأول عالمياً بصناعتها. بتكشف المدينة لزوارها الكثير من الأسرار بصناعة العطور ومراحل تركيبها، بدءاً من حصاد الزهور حتى نقلها للمصانع الكبيرة ليستخلصوا الزيوت العطرية منها وتتحول لعطور فرنسية الإحساس. يعني التقدم بالكيمياء والعلوم عمل ثورة بعالم صناعة العطور، واكتشاف بعض التقنيات الجديدة ساعد على صناعة مواد مثل الفانيلين الاصطناعي اللي ساهم بخفض أسعار العطور لتصير متوفرة للجميع. بإطار أكيد الحديث عن العطور، ضروري نضوي على الوردة الدمشقية الأشهر بالعالم على مدى العصور واللي اشتهرت بزراعتها دول كثيرة مثل فرنسا، بلغاريا، ونقل العرب حتى للمغرب العربي وتركيا وإيران، وانتقل للعالم بواسطة اليونانيين الرومان والمصريين، ومن بعدها لأوروبا بالعصور الوسطى. أكيد بتحتوي الوردة الدمشقية أو الشامية على زيت عطري يعرف بزيت روز كام، يستعمل لصناعة أفخر وأغلى أنواع العطور بالعالم، بالإضافة أكيد لفوائد الطبية التجميلية والغذائية. يعني قديش سمعانين نحن يمكن على الوردة الدمشقية، وشفنا حتى بالسنوات الأخيرة يمكن في كام مشاريع يمكن لتوثيق الوردة الدمشقية وأيضا تسجيلها من ضمن التراث اللامادي السوري، وقديش هذا الشيء مهم كتير فعلا. يعني حننتقل نحكي عن أمور هيك أيضا تتعلق بالعطور.